بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور محمد عادل، اخصائي طب الفم والاسنان. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تخصصات طب الاسنان. اول حاجه عاوزين نعرفها ايه هو طب الاسنان. هو فرع من فروع الطب ويكون مختص بعلاج الفم والاسنان والوجه والفكين. اول قسم معانا هو قسم علاج الجذور اللي هو الاندودونتكس، وده اللي بندرس فيه التشريح بتاع جذور الاسنان والانسجه المحيطه بيها وازاي نعالجها. تاني قسم معانا هو قسم الحشو التجميلي اللي هو الاوبريتيف، وده القسم اللي بيكون مختص باي حشو تجميلي زي الفينير او زي تبييض الاسنان او عموما اي تسوس بس ما يكونش وصل لجذور الاسنان. تالت قسم معانا وهو قسم الريموفبل بروسيزيس اللي هو قسم التركيبات المتحركه، وده اللي بندرس فيه ازاي نستبدل الاسنان المخلوعه بتركيبات متحركه او عمل طقم كامل لمريض فقد كل اسنانه او عمل طقم كامل على زرعات الاسنان. وبالنسبه لزراعه الاسنان دي هنتكلم عنها في فيديو لوحدها. رابع قسم معانا وهو قسم التركيبات الثابته اللي هو الفيكسد بروسيزيس، وده اللي بندرس فيه ازاي نستبدل الاسنان المخلوعه بتركيبات ولكن بتكون تركيبات ثابته مش متحركه زي القسم اللي فات، وازاي نعمل كراون او طربوش على الاسنان اللي اتعمل لها علاج جذور. خامس قسم معانا وده قسم امراض الفم واللثه اللي هو البريودونتكس، وده المتخصص فيه بيدرس حاله اللثه والانسجه المحيطه بالاسنان، والدكتور المتخصص فيها بيقيم حاله اللثه وحاله الانسجه لو هيعمل زراعه اسنان لو في اسنان مخلوعه، وكمان بيكون في عمل جراحات لثويه زي قص اللثه اللي بتكون مغطيه الاسنان. سادس قسم معانا وده قسم طب اسنان الاطفال اللي هو البيدودونتكس، وده قسم بيهتم باسنان الاطفال من مرحله الولاده لغايه مرحله البلوغ، وسبب ظهور القسم ده الصعوبه في التعامل مع الاطفال، فالقسم ده بيساعدك كويس جدا في ان انت تعرف تتعامل معاهم. سابع قسم معانا وهو تقويم الاسنان اللي هو الاورثودونتكس، والقسم ده بيساعد بشكل كبير في تصحيح شكل الاسنان وترتيبها وقفل المسافات اللي مش مرغوب فيها زي الدياستما اللي هي بيكون الفلجه اللي بين الاسنان. والغرض من القسم ده مش التجميل بس، ده كمان بيعالج العضه وقفله الاسنان عشان يسهل في مضغ الاكل، وكمان بيعالج مشاكل النطق وان شاء الله هنتكلم في فيديو عنه بالتفصيل. تامن قسم معانا وهو جراحه الوجه والفكين اورال اند ماكسيلوفيشال سيرجري، وده القسم اللي بيكون مختص فيه بيدرس التشريح بتاع الوجه والفكين وبيعالج التشوهات الخلقيه او التشوهات اللي ناتجه عن حوادث، وبيشترك الاخصائي بتاعه اوقات مع دكتور التقويم في عمل التقويم الجراحي او استئصال اورام او خلع جذور الاسنان اللي بتكون غير سليمه او الدروس اللي بتكون مدفونه زي درس العقل. اخر قسم معانا هو قسم امراض الفم والاورام الورم باثولوجي، وده الاخصائي بتاعه بيعتمد في التشخيص على الورم او المرض ده بان هو بياخد عينه من المرض ويبدا ان هو يحللها عشان يبعت للدكتور الجراح بعدها عشان يعرفه طبيعه المرض او الورم اللي هو بيتعامل معاه. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى ان انا اكون فدتكم بكل التخصصات بتاعه طب الاسنان، وانت ليك حريه الاختيار تختار اي مجال تتخصص فيه. لو لسه عندك اي استفسار سيبه لي في الكومنتس تحت وانا هرد عليك. سلام.